الأعلى للشؤون الإسلامية ومستشفى الدعاء وجميع الجهات التابعة. نحن نقوم بعملية إعادة هيكلة بشرية وإعادة تأهيل والتدريب شاملة ومتخصصة، وليس مجرد تدريب لكن تدريب تترتب عليه حوافز وأعمال وتكليفات، وكل دورة يعقبها امتحان لاختيار أفضل العناصر والاستفادة بها في الأماكن المتميزة. هذه الدورة القانونية تأتي في إطار 3 دورات قانونية تعقد على مدار 3 أسابيع، تتبعها دورات في الملكية فيما يتصل بالهيئة، ثم في الشؤون المالية والإدارية أيضا بالتوازي يشارك معهم زملائهم من الوزارة والمجموعة الوطنية، وهناك أيضا بالتوازي دورات في تأهيل وتدريب الأئمة التسير. وإحنا الحقيقة كنا أكدنا إن إحنا هنا بننشئ أكاديمية الأوقاف، أكاديمية الأوقاف باللغات الأجنبية. ده إحنا الحقيقة اليوم بنؤكد إن إحنا بنوسع نشاط هذه الأكاديمية لتشمل تطوير المقر الأكاديمية خلال 2 شهر عدد أكثر كمقر مؤقت للأكاديمية، إنما بندرس التوسع أيضا في مقر آخر إضافة إلى هذا المقر، لأن المرحلة القادمة ستشمل توسع غير المسبوق في مجالات التدريب المتنوعة. هناك أمر اللي بنأكد عليه أيضا، أكدنا أن نتيجة تحسين وضبط منظومة الإيرادات ارتفعت إيرادات وزارة وهيئة الأوقاف في جميع شؤونها، وده مكننا هذا العام أن احنا نساهم في موازنة العام المالي 18-19 بنحو 800 أو بما يزيد على 800 مليون جنيه. وزارة الأوقاف أسهمت في موازنة العام المالي الحالي 18-19 من مواردها الذاتية بما يزيد على 800 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الوزارة، منها 240 مليون للبر، ومنها 282 مليون لاستمرار صرف تحسين دخل الأئمة، ومطبق في ذلك كل شروط الواقفين. أعلننا منذ أيام أن عائد صناديق النزور ارتفع كريم وعدم ترك أطفالنا لأي جماعة من الجماعات المتشددة، وبالمناسبة كل هذه الأنشطة تتم مجانا. يعني مدارس تحفيظ القرآن الكريم، المدارس القرآنية، المدارس العلمية، الالتحاق بجميع المدارس القرآنية مجانا ومن نفقة عائد الوقف أو الموارد الذاتية للوزارة من فائض ريع الوقف الذي هو من صميم الموارد الذاتية. أيضا المدارس العلمية وصلت 73 مدرسة، كل مدرسة فيها 5 من شباب العلماء، يعني بالتحديد كده 385 عالم من شباب علماء الأوقاف في المدارس العلمية 73 مدرسة، وبنستهدف الوصول ل 150 مدرسة في العام المالي 18-19. هذه المدارس تقوم بتدريس تخصصي للفقه والتفسير والحديث والأخلاق والسيرة النبوية، والهدف منها التثقيف الإسلامي الصحيح، إضافة إلى 30 مركز للثقافة الإسلامية. ولأول مرة هنفتتح هذا العام 4 مراكز للثقافة الإسلامية في محافظة شمال سيناء مع بداية العام الدراسي المقبل، 1 بمدينة بئر، مركز ثقافي بمدينة بئر العرب، مركز بمدينة العريش، مركز بمدينة القسيمة، مركز بمدينة الحسنة، 4 مراكز بالقسيمة والحسنة وبئر العبد والعريش بمحافظة شمال سيناء، وسنعلن خلال أيام أسماء الأساتذة وهم من شباب علماء الأوقاف الحاصلين على الدكتوراه، قصد نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة. وعيننا منسقا لشؤون مراكز الثقافة الإسلامية والقوافل بمحافظة شمال سيناء. عدد الواعظات 256 واعظة يؤدينا ما يزيد على 350 درسا أسبوعيا
على مستوى الرعاية بواقع 1400 درس شهريا للسيدات، حتى لا نترك السيدات ايضا او المصليات لاي انسان غير متخصص، او كما كانت تفعل بعض السيدات المحسوبات على بعض الجامعات، بحيث لا يسمح في مصليات السيدات الا للواعظات المعينات او المتطوعات المجازات من وزاره الاوقاف. وضمنا الى نشاط الواعظات نشاط المربيات، والتربيه تكون خاصه بالنشء، وتضم الى جانب الوعظ جوانب التربيه الاخلاقيه والوطنيه. ده بالنسبه لموضوع التوعيه الصيفيه. ايضا بدانا بالفعل وبدات محافظه الاسكندريه، ووصلنا لان نحو 100 مدرسه، وبنستهدف 500 مدرسه مسجد جامع. التجربه نجحت العام الماضي. يبقى احنا عندنا في الصيف المدارس القرانيه، مكاتب تحفيظ القران الكريم، المدارس العلميه، نشاط الواعظات، المربيات، مدرسه المسجد الجامع. وقبل نهايه الاسبوع هيكون بالتفصيل وبالعناوين